السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة جيدة يا حلوين. النهاردة ان شاء الله هنشرح لسن 1 في يونت 1 من كتاب بيت باي بيت. هنشرح الدرس الأول في الوحدة الأولى من كتاب بيت باي بيت للعام الدراسي الجديد. وقبل ما نبدأ متنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بنزلها على القناة. طبعا انا هشتغل ان شاء الله من كتاب بيت باي بيت وكتاب جيم وكتاب المعاصر. لو عايزين كتب تانية اشتغل منها اكتبوا لي في كومنت. ونبدأ في فيديو النهاردة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. منهجنا الجديد بعنوان كونكت. كونكت يعني تواصل، يعني منهجنا عبارة عن سلسلة متواصلة من سنة اولى لعند سنة ستة، يعني المنهج مرتبط ببعضه. ندخل بقى على lesson 1 في unit 1. عندنا سؤال: who am I؟ يعني من اكون. who am I؟ من اكون. unit 1 بعنوان hello. hello يعني اهلا او مرحبا. hello اهلا او مرحبا. ندخل بقى على كلمات lesson 1. عندنا listening and speaking يعني الاستماع والتحدث. vocabulary مجموعة الكلمات او المفردات اللي بتقابلنا في كل درس. اول مجموعة عندنا من الكلمات بعنوان characters of the book. characters of the book يعني شخصيات الكتاب. لازم نعرف الشخصيات الموجودة عندنا في الكتاب، نعرف كل شخصية شكلها عامل ازاي. يبقى characters of the book يعني شخصيات الكتاب. طبعا من الافضل ان احنا نحفظ عنوان الكلمات، يعني characters هنقسمها لاجزاء: CHARACTERS. عندنا CH بننطقهم K والC التانية بننطقها K، بنقول characters. CHARACTERS of OF the THE book BOOK. أول شخصية معانا الأستاذة منى. مس منى مس MISS منى MONA. الأستاذة منى مس منى مس MISS منى MONA. هاني HANY حرف الاتش بينطق اهي. هاني HANY هاني HANY. هنا HANA هنا HANA. يوسف YOUSSEF يوسف YOUSSEF. أميرة AMIRA. أميرة AMIRA. عندنا النحلة النشيطة busy bee BUSYBEE. كلمة busy بمعنى نشيط او مشغول، وكلمة بي بمعنى نحلة. لما نقول النحلة النشيطة busy bee، حرف الاس بينطق زد. هنقولهم كمان مرة: الاستاذة منى مس منى. لازم تحفظوا كل الكلمات نطق وسبيلنج. بنقسم الكلمة، بنكتب الصوتيات فوق الحروف، بنفضل نردد في الكلمة نطق وسبيلنج بتركيز لعند لما تثبت في ذهننا. دي افضل طريقة لحفظ الكلمات. الاستاذة منى مس منى. هاني هنا يوسف أميرة. النحلة النشيطة بيزي بي. بعد كده عندنا language functions وظائف لغوية. أول حاجة لإلقاء التحية عند مقابلة شخص ما بنقول هلو أو هاي. يبقى أنا لما بقابل حد من صحابي أو حد من قريبي بقول له هلو أو هاي بمعنى أهلا أو مرحبا. أنا بقى قابلت صاحبتي واتكلمنا مع بعض، عند المغادرة بقى لما أسيبها وأمشي بقول لها إيه؟ جود باي، مع السلامة جود باي. طيب أنا رحت المدرسة في سنة أولى، دي أول يوم ليا ومعرفش اسم صاحبتي إيه، وعايزة أقول لها ما اسمك بالإنجلش، هقول لها إيه؟ واتس يور نيم. للسؤال عن الاسم بنقول واتس يور نيم. واتس يور نيم. أتمنى يا حبايبي تقول ورايا. دي كلها أسئلة مهمة وجمل مهمة لازم تفهموها وتحفظوها.
What's your name? What's your name? للرد بقى أنا سألت صاحبتي بقول لها What's your name؟ هي هتبدأ الإجابة ب I am يعني أنا أكون، وبعد كده هتقول اسمها. لو الشخص اللي أنا بسأله اسمه هاني هيقول I am هاني يعني أنا هاني. لو واحدة مثلا اسمها دينا هتقول I am دينا على حسب بقى الاسم. طيب بعد كده بقول لإلقاء التحية وتقديم نفسه أو نفسها. أنا مثلا قابلت واحدة صاحبتي جديدة وعايزة أعرفها بنفسي، أول حاجة هقول لها هلو، دي التحية الأول، وبعد كده هقول لها I am زائد اسمي. هنا مثلا عندنا هلو I am مس منى. مس منى بتعرف التلاميذ على نفسها فبتقول لهم هلو I am مس منى. طيب مثلا هي بتقول كده لواحدة اسمها أميرة، فأميرة هترد عليها وتقول لها ايه هلو I am أميرة، هترد عليها التحية وبعد كده هتقول اسمها برضو علشان مس منى تتعرف عليها. عندنا بقى تيب سكريبت نص استماع، بقول look listen and repeat، انظر واستمع وردد النص. هنا كده في تعارف ما بين مس منى والاطفال اللي هي طبعا هتديهم في المدرسه. اول حاجه مس منى بدات الكلام مع هاني ويوسف بتقول هلو I am مس منى، كده بتعرفهم بنفسها. هلو I am مس منى يعني اهلا انا الاستاذه منى. رد هاني عليها وقال لها هلو، برضو كده القى عليها التحيه وبعد كده عرفها بنفسه I am هاني انا هاني. يوسف قال لها I am يوسف انا يوسف. عندنا هنا برضو بنتين بيتعرفوا على بعض، هنا دي هنا ودي اميره. هنا بتقول لاميره I am هنا انا هنا. What's your name؟ ما اسمك؟ ردت اميره وقالت I am اميره. يبقى كده كلهم تعرفوا على بعض. بعد كده يا حلوين جايب لي بقى اسئله على الدرس الاول. طبعا قبل ما تحلوا الاسئله لازم تكونوا حافظين الكلمات كويس جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه كاركترز اوف ذا بوك، شخصيات الكتاب، لازم تبقوا عارفين كل شخصيه شكلها عامل ازاي عشان تعرفوا توصلوا صح وتعرفوا تختاروا صح. اول سؤال ماتش ايه ويز بي، هنا بنوصل الكلمه بالصوره اللي بتدل عليها. هنقرا اول كلمه مع بعض، دي هنا. فين بقى هنا اللي اتعرفنا عليها مع بعض في ليسون 1؟ دي هنا. طبعا هنا لتر سي، الحرف سي بيدل على هنا، يبقى هنوصل نمبر 1 بليتر سي. نمبر 2 عندنا مس منى، احنا عارفين طبعا شكل مس منى، دي مس منى يبقى لتر A، يبقى هنوصل نمبر 2 بليتر A. نمبر 3 هاني، ده هاني لتر D. نمبر 4 يوسف، ده يوسف لتر B. يبقى بنوصل كل اسم بالشخصية اللي بتدل على الاسم. بعد كده look and circle يعني انظر وضع دائرة حول الكلمة الصحيحة. عندنا بيجيب لي صورة، تحت كل صورة كلمتين. انا بقى بعمل circle دائرة على الكلمة اللي بتدل على الصورة. يعني مثلا دي كده مين؟ دي أميرة. طب فين أميرة؟ يا ترى دي ولا دي؟ طبعا الاسم اللي في الأول دي هنا، يبقى متنفعش. دي بقى أميرة، الاسم التاني نعمل على أميرة سيركل دائرة. ده هاني، يبقى نعمل سيركل على هاني. دي مس منى، يبقى نعمل دائرة على مس منى، يبقى بنختار الكلمة اللي بتدل على الصورة. هنا النحلة المشغولة بيزي بي، الكلمة التانية نعمل عليها سيركل دائرة. كده يا حبايبي أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى تستفيدوا من الفيديو. لو حابين تشتركوا في القناة هتضغطوا على كلمة اشتراك اللي موجودة تحت الفيديو باللون الأحمر، وبعد كده هتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بنزلها على القناة. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.